السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام متابعين حياتنا بكل بساطة، ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض الملوخية الخضراء اللي بنكون مفرزينها في الفريزر، هنخليها طعمها حلو كأنها فريش لسه جايبينها من السوق. نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة معايا معلقة من السمنة، فصين من الثوم المفرومين، شوحت الثوم كويس لغاية ما اصفر، وبعدين نزلت عليها بمعلقة صغيرة من الكزبرة، ريحة الكزبرة تطلع. هكون مخرجه الملوخيه الخضراء من الفريزر قبلها بنص ساعه، وهبدا بقى افككها بالشكل ده واشوحها في الثوم والكزبره ومعلقه السمنه. اي حاجه بتبقى متفرزه ونيجي نشوحها بيديها طعم مميز وطعم احسن، تمام؟ وابدا اشوحها بالشكل ده. طبعا الملوخيه طرق كتيره، ديت عشان متفرزه لازم تشوح، لو كانت فريش بتبقى ليها طريقة تانية، فكل يعني طريقة وكل حاجة وليها طريقتها. بنبدأ نشوحها بالشكل ده في معلقة السمنة والثوم والكزبرة، تمام؟ وبعد كده بعد ما شوحتها كويس مدة 5 دقايق على نار متوسطة، بنزل عليها بالشوربة بتاعتي، اي نوع شوربة بقى، لحمة او فراخ. ببدأ بقى ايه اظبط الشوربة والسمك بتاعها. هي طبعا الملوخية بنظبطها على قد الكمية اللي انتوا حاطينها، انا طبعا هظبطها ولا اخليها تقيلة ولا اخليها خفيفة بالشكل ده. ابدأ احط الشوربة بتاعتي، هتاخد غلوة، واي ريم هيطلع على الوش بتاع الملوخية هبدأ اشيله، اي حاجات بيضة اي ريم كده بالشكل ده هنشيله. طبعا في الغليان بيظهر اي حاجة بنشيلها. تمام. وبعد كده هنزل بربع معلقه من الكربوناتو، ربع معلقه صغيره من الكربوناتو، يعني ممكن كمان اقل من ربع معلقه، هي بس كده الكربوناتو بيظهر معايا اللون الاخضر الحلو بتاع الملوخيه. ربع معلقه صغيره من الكربوناتو، واي ريم طبعا زي ما انتم شايفين بنشيله، اي ريم بنطلعه. طريقتها سهله وبسيطه، وتكت اللي انت تشوحي اي حاجه متفرزه ملوخيه او اي خضار بيديها طعم جميل جدا مميز. بس كده خليها تغلي غلوه، هيكون حضرت الطشه بتاعتها. جبت طاسه على النار فيها معلقه من السمنه وثلاث فصوص من الثوم المفرومين، وهبدا اشوحهم ويصفر لونهم بالشكل ده لون الثوم. هنزل بنص معلقه من الكزبره، يعني معلقة سمنة، ثلاث فصوص من الثوم المفرومين، نص معلقة من الكزبرة، وابدأ اشوحهم بالشكل ده، وكده تبقى طشة الملوخية جهزت معايا. حطيت الملوخية هنا بتاعتي، ممكن تحطها في اي طبق في اي حاجة انتوا حابين تحطوا، وبعدين انزل بالطشة بتاعتي، وكده تبقى جهزت معايا الملوخية. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.